بغيت نشارك معكم المشكل اللي كان تسبب لي في الوفاة ديال ولدي جبريل في 2017. كنت مشيت للمغرب واستأجرنا واحد السيارة من شركة. المهم بعد ما خلصنا لهم أكثر من 5000 درهم غيام في 15 يوم زائد التأمين زائد اكسترا. المهم أعطونا السيارة الأولى كان فيها مشكل، والسيارة الثانية بدلوها لينا، كانوا السيارة الثانية هي كان فيها مشكل ثاني. السيارة الثالثة كنا اتصلنا بهم وقلنا بان غادي نشدين طريق الاكادير رفع وطلع، دونك خاصنا واحد السيارة اللي تكون مزيانة. هي هذيك، مشينا عندهم حتى المطار، عطاونا السيارة الغد الاخر شدينا الطريق ديال الاكادير. في الطريق ديال اكادير وقفنا في المحطة ديال الشال ديال البنكرير باش المهم نتغداو وندير واحد لابوز. ملي بغينا نعاودو نكملو الطريق، الزوج ديالي تيشوف لي فران كيحاول يجربهم، والو لي فران ما خدامينش. المهم حاولنا معاهم، كان بالصدفه كان واحد الميكانيكي تما. المهم جا قلب السياره لقى فعلا بان كان مشكل في الفرامل. المهم هذا الا جاوبنا، كيجاوبو مره على 10. المهم بقينا معاهم يلاه تقريبا شي 3 سوايع، وحنايا في هذيك الشمس انا وزوج ديالي، والبنيه كان عندها ديك الساعه 6 سنين والوليد كان عنده 6 شهور، فما يزيد على واحد درجه الحراره ديال 46 درجه، وحنا تنتظروا ما كاين حتى شي حل. المهم في الاخر خديت انايا درت له طوستوب، مشيت مع واحد السيد وصلني حتى المطار ديال مراكش. بقينا ملي مشيت للمطار ديال مراكش، بما ان ما عنديش الباسبور دونك ما كانش عندي الحق انني ندخل، بقيت عاوتاني انا وولدي واحد المده طويله تما في الشمس، راكم عارفين المطار ديال مراكش. المهم حتى تقريبا دازت مده طويله عاد باش اتصل بيا المسؤول ديال لاجونس ديال مراكش، صيفط ليا واحد الشيفور. المهم وصلني عنده لاجونس ديال كيليز. المهم الزوج ديالي في هذا الاثناء، الزوج ديالي مازال راه باقي في بنكرير، اتصل بميكانيكي جا بدل هذوك الفرامل وعاود شد الطريق. يعني وصل عندي تقريبا حتى 10 ديال الليل. من تما 10 ديال الليل قلنا دابا غادي نشدو الطريق نمشيو لاكادير. جينا نوصلوا لاكادير تقريبا كانت الوحده ولا جوج ديال الصباح، ولدي بدا تيبكي، تنقلب ليه الحراره طالعه. هزيناه ديناه ليزورجونس ديال السبيطار الحسن الثاني تما في اكادير. المهم داروا لي الفحوصات، عطاونا دي زونتيبيوتيك وداروا لي حصه ديال الاكسجين وقالنا دخلوا للدار غادي يولي شويه. المهم هي هذيك حنا استعملنا هذاك الدواء كنتسناو دابا يولي شويه، دابا يولي شويه بالعكس. نهار 2 في الليل تزاد عليه الحال، هزينا ديك الساعه لي زورجونس. ملي تما داروا لي الفحوصات الطبيب اللي كان تما قال لينا ما يمكنش انكم تدخلوه لان الحاله ديالو خطيره. المهم شدو عندهم تماكين حتى الصباح، الصباح عاوتاني الحاله غادي وكتدهور. المهم ملي جا الطبيبه قالت لي يعني غنحاولوا اننا نديروا ليه واحد ترونسفير للسبيطار الجامعي ديال مراكش. ملي ما كاينش البلاصه في السبيطار الجامعي ديال مراكش حاولنا باننا نديروا ليه ترونسفير في الكلينيك ديال مراكش، كلينيك المطار، غير باش تستقر الحاله ديالو من بعد نديروا ليها ان ترونسفير لفرنسا. الفحوصات ديال السبيطار ديال الحسن الثاني تقول ان ولدي مصاب بالتهاب في القصبه الهوائيه، ان برونكيوليت فيرال سيفير، بسبب الحراره المفرطه. ملي ديناه الكلينيك عاوتاني داروا ليه الفحوصات وداكشي. المهم لقاو بان عنده بصح برونكيوليت فيرال سيفير، التهاب في القصبات الهوائيه. من بعد ولدي بقى بات عندهم تما الغد الاخر، ملي الغد الاخر توفى. المهم اي واحد بلاصتكم غادي يتخيل كيفاش ان احنا كنا عائله غاديين عطله وغادي نرجعوا ولدي غيرجع في نقل الاموات. اي واحد بلاصتي راه غادي يتخيل هذاك الكارثه العظمى. المهم حنايا من بعد الدفن، من بعد كل شيء، قررنا باننا نرفعوا دعوى على الشركه المستهتره. نعم بالنسبه في المحكمه طرفت عليهم دعوى. يوم الجلسات المحامين ديالهم ما تيحضروش على قول المحامي ديالي، دونك دات واحد المده خرج الحكم الابتدائي. الحكم الابتدائي الذي يقوم على رفض الدعوى. المهم رفض الدعوى والتعليل ديال المحكمه كان بان لا علاقه سببيه بين الوفاه ديال جبريل ولابان ديال السياره. ربما ان ما كانتش علاقه سببيه، ولكن الشركه كيبقى عندها واحد المسؤوليه لان عطاتنا سياره بدون فرامل، وحنا كنا سبقنا قلنا لهم بان حنا راه شادين طريق ديال اكادير، يعني الطريق ديال اكادير سياره بدون فرامل فين غتوصلنا؟ غتوصلنا الحديثه مميته، كنا غنموت
كاملين، ولكن كان الضحيه ديال داك النهار كان الضحيه هو جبريل وراه توفى. يعني دابا شي واحد يشرح لي انايا اش واقع؟ الشركه تعطينا طوموبيل ما عندهاش فرامل، ما كاين حتى مشكل، الدري الطوموبيل توقف لينا اون بان في الشمس 46 درجه، ولدي مرض 48 ساعه مات. شكون اللي غيتحمل المسؤوليه هنايا؟ غتحملها الشركه بطبيعه الحال. ما عنديش لمن غادي نسب هذا. زائد علاش المحكمه الموقره ما شافتش بان كاين عندهم واحد المسؤوليه تعريض حياه شخص لخطر؟ يعني هنا فين كانوا خاصهم يدانوا؟ هنا فين كانوا خاصهم يتحاكموا؟ كاع الا ما تحاكموش على الوفاه ديال جبريل غيتحاكموا على تعريض حياه شخص لخطر. المهم في هذيك اللحظه انا قلت صافي ما غاديش نفقد الامل، خصوصا بان المحكمه قالت بان جبريل توفي بسبب التهاب السحايا. التهاب السحايا اللي هي لامينانجيت، ما كاين حتى شي تقرير طبي تيقول بان ولدي انا مات لي بلا مينانجيت، بالتهاب السحايا. ربما هما عندهم تقرير اخر انا ما عرفتش منين جابو. هادشي اللي كان وما فقدتش الامل وقلت ضروري غنعاود ندير دعوه في محكمه لثلاث استئناف، ومازال كنتسنى بان محكمه الاستئناف، يعني ديك الساعه كنت مازال كنتسنى بان محكمه الاستئناف تنصفوني وتعطيني الحق ديال ولدي جبريل ودين هذيك الشركه. على اي من هذا المنبر بغيت نشكر الفريق ديال شوف تي في اللي قبل انه يتواصل معايا وقبل يرسل لي الفيديو ديالي، يرسل لي هذه الرساله اللي عندي فيها من جوج الجهات. الجهه الاولى والرساله الاولى موجهه للقضاء المغربي اللي تنقول لي مرجو اعاده النظر في الحكم اللي صدر في حق الشركه، وما ينساوش ان جبريل واخا طاف الفرنسيه راه تيبقى مغربي، وانا واخا عندي الجنسيه الفرنسيه راه تنبقى مواطنه مغربيه وما بغيتش نتظلم في بلادي. الرساله الثانيه هي المدعو سكيزوفرين، انا يا من هذا الشيء ما باغاش نرد الفلوس ديالي، لان بزاف الناس اتصلوا بيا باش يردوا لي فلوس. انا ماشي مساله فلوس ولكن مساله ديال توعيه هذوك 40 مليون ديال المغاربه اخوتي كاملين، باش حتى واحد ما يطيح في الفخ اللي انا طحت فيه. هذا كل ما عندي ما نقول، وشكرا بزاف لشوف تي في، وشكرا كاع للناس المتابعين، وكنتمنى ان رسالتي توصل لكاع الضمائر الحيه.